الخطأ في التوجيه سهل جدا أنك تداركه مع المسار. بالتالي السنة الأولى ممكن كتعرف أنه فعلا أصبت أو أخطأت. كاين بعض التخصصات اللي فيها بزاف ديال لي كونكور، بزاف ديال المباريات، وبالتالي الناس اللي يبغاو أنهم يديروا هذا سميتو يسولوا شنو هي التخصصات. أنا ما غادي نذكر حتى شي تخصص. إلا بغيتي كاين يعني تخصصات جامعية اللي فيها بزاف ديال المباريات، بالتالي هذا مسار. كاين تخصصات اللي كتعطيك فرص ديال الحرف وخبره اللي ممكن انك انت تدير بها مقاولتك الخاصه. ثلاثه ديال الحويجات اللي تستعملهم. الاولى سول على البروغرام، سهل صعيب مناسب ليك ولا ما مناسبليك. بالتالي سول على شنو المواد اللي غادي تقرا، لانه مباشره كتقرا العناوين كيعطوك واحد الفكره. ثاني حاجه سول طالب داز من هذا المسار، لانه غادي يعطيك مجموعه ديال الافكار غير ملي كتسول طالب. ما تسولش واحد لانه كيعطيك تجربته، سول واحد وجوج وثلاثه واكثر. ثم ثالث حاجه سول شخص مشى في هذا المسار، يعني خدا هذا التخصص اللي بغيتيه او كتفكر فيه ولكن الان خدام. بالتالي غادي تشوف كيفاش دار المسار ديالو كامل. حتى الا بديتي هذا المسار غادي تولي عارف اشنو تابعك. وبالتالي هاد ثلاثه ديال الحويجات ممكن انهم يساعدوك توصل النتيجه بأسهل الطرق وتخرج من الحياة.